وبنا عبر الهاتف مراسلنا من بجاية رابح سايش. أهلا بك رابح. أهلا زميلتي أحلام. إذن كما ذكرت العودة، عودة الحركة في الطريق الوطني رقم 9 بين ولاية بجاية وسطيف، رابط بين بجاية وسطيف بعد أن كان هناك انجراف للتربة صبيحة اليوم. نعم، وهو كذلك كما ذكرت سلفا حركة المرور تعود إلى الطريق الوطني رقم 9 بعد انقطاعه لمدة تقارب 3 ساعات صبيحة هذا اليوم على مستوى منطقة ثمن الأحسبي إقليم بلدية خراطة شرق ولاية بجاية، وهذا نتيجة لانجراف التربة على خلفية التساقطات المطرية الغزيرة التي شهدتها مناطق ولاية بجاية خلال الليلة البارحة، خاصة أين تدخلت مصالح الأشغال العمومية بأعتادها وكذا فرق عمالها، وتم إزالة الأتربة التي جرفتها مياه الأمطار، علما أن هذه المنطقة أو هذه المنطقة تحديدا وبهذا المحور أي محور الطريق الوطني رقم 9 كان قد شهد في السنوات السابقة انزلاقات للتربة وأحدث شللا في حركة سير المركبات كما هو شأن هذه المرة. طيب رابح، بما أننا نتحدث عن خسائر الأمطار الغزيرة التي شهدتها ولاية بجاية، هل توجد خسائر في ممتلكات العائلات سواء تم تسجيلها أمس أو إلى غاية هذه الساعات؟ وهو كذلك خلفت هذه الأمطار أضرار لدى بعض العائلات والتي حولتها إلى عائلات منكوبة جراء تسرب مياه الأمطار إلى منازلها، وكانت قرية كفريدة ببلدية تسكريوت بدائرة درجينة الأكثر تضررا من هذه الحالة الجوية الظرفية، أين تم تسجيل خسائر في أملاك المواطنين لا سيما نفوق عدد من الماشية. هكذا ظروف استثنائية زميلة أحلام، يجب الذكر أنه تم التضامن بين المواطنين أين هب المواطنون من كل المناطق هذه القرية لمساعدة العائلات المتضررة، كما لمسناه بالقرية المنكوبة كفريدة. ستكون لنا أكيد متابعة في باقي مواعيدنا الإخبارية. شكرا لك رابح.